تقيلة قوي يا أيمة. شد حيلي أيمة، تشد أنت وأخويا شوية وتيجي تقدف معايا. الحالة يا دبابة، أيمن خد النسوان والزرع وهربوا. بطل استعباط بقى يا فرج، عمال بتخدعنا من ساعة ما شفناك وعامل لنا فيها سبليت وطلعت خاين. ليه يا باشا؟ أنا مش خاين، ما قدامك سعادتك متلبس بالجريمة، أنا شاهد ملك. بقول لك ايه يا حاج، هو اليخت ده هيروح عند الشعب المرجانية اللي قلت لي عليها ايه؟ شعب ايه يا ست انت بتقول عليها دي؟ هتدفوا هتدفوا. فرج يا فرج، رجع لي هانم يا فرج. هانم مش ليك يا عربي، انسى هانم يا عربي. ده لساتها صوتها بيترجع في وداني وهي بتقول له انا نفسي اشوف الشعب المرجانيه. لا اوعى تصدقوه، انت كذاب، هانم اصلا ما تعرفش يعني شعب مرجانيه. ما هي راحت معاه عشان تشوف الشعب المرجانيه. ارجع يا بنت الفرطوس. ايه ده الحب؟ تعالى يا حبيبي، قوم يا حبيبي. يا جماعه سيبوا كل واحد يقف بسرعه، عايزين نهرب من هنا. اهو سلم نفسك يا ايمن، المكان كله طحالب. انت هتعمل ايه يا مجنون؟ هموته، امال اسيبه يعني يهرب بالمركب؟ لا عايش دلدول وهيموت مبلول. هات دول. هتعملي ايه؟ مش انت عايز توقفهم؟ ايه رايك؟ ايه يا بنت ابتسامة الثقة اللي على وشك دي؟ اللي انت قايلتيه ده؟ مش انت كنت عايز تمنعهم من الهرب؟ انا منحتهم لك. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يخرب بيتك، خرقتي اخر امل. خلينا على الجزيرة. ده ايه الناس دي؟ العجبهم العجب ولا الصيام في رجب؟ هو ايه اللي مزعلكم؟ انا مش فاهمه. زعلانين من الخراب المركب اللي انت عملتيه، ضيعت لنا المركب الوحيده بالطلقه الوحيده اللي كانت هتنقذنا. ربنا ينتقم منك يا شيخه. وانا اللي فاكراك انسان وفاكره ان احنا بقينا اسره واحده؟ حرام عليك الروح اللي كانت هتروح هدر دي. انا هنا اهم، المركبه والطلقه ولا الناس؟ ده الاناناس، الاناناس يا عسل. أنا ناسي إيه يا ملك الفاكهة؟ ده وقت هيافة. عارفة الطلقة لو جت في هانم مش هعرف أنفخها تاني، مش هعرف أنفخها. لسك باقي على هانم يا عربي. ابني يا عربي، قلت لك ما تجيبهاش، الله يخرب بيتك. ارجع يا هانم. أيوه عومي عومي. لا مش هينفع معاك كلابي، عومي خراتيتي. أبو عمرك بتموت يا عربي. امسكوا فيها، هي أبا لوحدها. عايزة تموتينا يا عتاب؟ تضربي علينا نار. طب إلهي دمي يجري زي البحر ده، وانا كان قصدي خير. وبعدين هو حرقك بالزعاق لإله يعني؟ انت عامل حاجة حلوة؟ ده انت هربان مع عشيتك وسايب مراتك جوه بطنها قدامها. اهدي اهدي بس يا حبيبتي على روحك، يا اختي ما قاعدة متلقاها جوه، لو كان عايز ياخدها ما كان خدها. هو حد حاشو؟ اهدى اهدى يا اخ عربي، اهدى بس. الحق يا عربي. هربانة هربانة يا هانم؟ وايه البفتة اللي لابساها دي؟ راحة معزومة على الغدا؟ والله العظيم ما هربت ولا حاجة، ده انا رحت اشوف الشعب المرجانية. صدقتني يا ولدي. طلع عندك حق يا فرج، يعني زي ما بيقول الراجل الطيب ده، كنت هربانه مع ايمن. ايمن ده ايه؟ ده كنت جدي. وبعدين انا ماليش في السن ده، انا بلعب في البراعم. والله العظيم هو الراجل المجنون اللي جنبك ده اللي بيقعد يكلم الرمل، هو اللي خدني وقال لي تعالى اوريك الشعب، شعب شعب. خد تعالى. كدابه كدابه يا ولدي، ده عايزه تقلب القضيه عليا. يعني قلت لك مسيرك هتوقع يا فرج، حسابك معايا بعدين. وحتى لو قال لك تعالي نشوف الشعب، اي حد يقول لك تعالي نشوف الشعب تروحي؟ او من متى بنشوف شعب الناس؟ مش انت اللي قلت لي اي حد يديك واكلك وليه؟ اخرس يا بنت الفرطوس. طب العرض اللي انتوا فيه ده ما كفايه يا جماعه ان المركب اللي كانت اخر امل لينا عشان نطلع من الجزيره المهدبه دي راحت. قصدك اخر امل ليك انت يا اكسلانس؟ انت مش خدت المركب وكنت هتهرب؟ حصل حصل يا حظابط، حسبي الله ونعم الوكيل. اسكت خالص يا فتان، مش عايز اسمع صوتك. بعدين انا ما كنتش حاسبكم تموتوا ابدا، لا انا كنت رايح مسافه السكه بس اجيب الانقاذ وارجع على طول. حتى لو موتوا كان فيها ايه؟ كنت هعمل لكم تأبين في الجرايد يهز ضمير العالم، ما كنتش هسكت. كنت هوصل لاكبر راس في البلد عشان تسمي باساميكم مدارس ومراكز ثقافيه. كنت هخلد اساميكم في التاريخ، هخلد اساميكم في التاريخ. لا لا مؤاخذة، احنا عايزين تعويضات او شقق في المستثمر الصغير، وتكون بجنينة وما تكونش مجروحة. تبقيش عبيطة، خدي ام بسين، ام جنينة محتاجة اهتمام وجناية. انت متخلفة يا بنتي، هتعملي ايه بالشقة؟ ما انت هتموتي.
صحيح.